بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل السادة المشاهدين في أولى حلقات برنامجكم الجديد، برنامج كلام من ماس. برنامج كلام من ماس النهاردة هيتكلم عن العمل، العمل ألا وهو سر النجاح. برنامج كلام من ماس هيطلع كلام فعلا من ماس، من فم ومن ألسنة ضيوفنا، ضيوفنا العزاز، ضيوفنا اللي فعلا اتكلم عليهم واتكلم على كل واحد بيتعب. قرآننا الكريم عندما قال سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن هنا احنا بنرحب بالأستاذ محمد عبد الهادي مجاهد، او الشهير بمحمد الكفراوي، صاحب ومدير ورئيس شركة مصر 2019 للمقاولات والتوريدات العمومية والتجارة العامة. برحب بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك، مساء الخير. كل السادة المشاهدين بيرحبوا بحضرتك. مساء الخير يعني كل المشاهدين، ومساء الخير لحضرتك وكل اللي بيشوف البرنامج بتاعنا. كلنا يعني يمكن حظنا حلو ان يكون اولى حلقات برنامج كلام من ماس باستضافة يعني صرح جديد وعلم من أعلام المقاولات والتوريدات والإنشاءات والتشطيبات كمان. يعني هنتكلم برضو النهاردة في كذا مجال، والعقارات والتطوير العقاري، والعقارات والتطوير العقاري. ومن هنا احنا بنقدر نقول ممكن تعرف المشاهدين بنفسك معرفة بسيطة، نبذة بسيطة. معكم أخوكم محمد عبد الهادي مجاهد، الشهير محمد الكفراوي، صاحب شركة مصر 2019 للتوريدات للمقاولات والتوريدات العمومية والتجارة العامة. ايه هو المجال؟ وهو مجال المقاولات العامة والتوريدات العامة والتجارة العامة. كل المكان ده، كل التايتل ده لما بيجتمع في مجال واحد وشغل واحد وفي مكان واحد وشغل واحد، طيب ايه هو التطوير؟ وهل المشاكل الحادثة مثل مشكلة وجائحة كورونا هل أثرت فعلا على هذا المجال العظيم؟ لا 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 بالطبع لا، ما أثرتش. لا لا احنا بنقدر نقول ان يمكن أستاذ محمد، أستاذ محمد لما بيتكلم على مجال المقاولات والتوريدات كل الناس اتكلمت ان الكورونا أثرت، الكورونا أثرت في جائحة كورونا وفي هذه الجائحة، الكورونا أثرت أكتر في العالم كله إلا الأستاذ محمد الكفراوي لما اتكلم النهاردة وبيتكلم معانا. يمكن ناس متابعين وناس مشاهدين للموضوع إن الأستاذ محمد الكفراوي الوحيد اللي في العالم اللي بيقول الكورونا ما أثرتش على مجال التوريدات ومجال المقاولات. يمكن له وجهة نظر، له وجهة نظر هنتابعها في الوقت ده، هنتابعها وإحنا بنتكلم على مجال المقاولات. تقدر تعرفنا ايه اللي حصل بعد جائحة الكورونا وبعد ما حدث في جمهورية مصر العربية بالاخص، بل ان انا اعرف ان شركة حضرتك اشتغلت كمان برا مصر. اي نعم اشتغلت برا مصر. طب من هنا نقدر توضح لنا وجهة نظر حضرتك في ان الكورونا ما اثرتش كتير على مجال المقاولات والتوريدات؟ هي ما اثرتش على مجال المقاولات، بس ممكن تكون اثرت على المجال المادي بس. تمام، زي ايه بالظبط؟ على بالنسبة للمستخلصات اتأخرت كتير بسبب لائحة كورونا، أما كالعمل العمل متأثرش، العمل ماشي تمام. بس العمل تم توقيفه بقرار سيادي بأنه ممنوع البناء وممنوع التشييد. لا وممنوع. مش في مجال البناء، العمل استمر في مجال اللي هو طرق. تمام. والصرف الصحي شغال ما موقفش. تمام. يبقى حضرتك بتتكلم على المشروعات الوطنية، البنية التحتية. البنية التحتية كلها. نعم. بنية تحتية ومشروع قومي زي كباري وزي طرق وزي صرف صحي. نعم. والحاجات اللي الشعب فعلا محتاجها الفترة الجاية. أما بالنسبة للإنشاءات المعمارية طبعا أثرت كل أثر كبير. أثرت تأثير جامد كمان، مش أثر كبير بس، أثرت كل وجزئي. تمام. يبقى احنا هنا لما بنتكلم على مجال الصرف الصحي ومجال الانشاءات الكبيره الكبرى القوميه يمكن حصل فيها تاثير بس من ناحيه الماديه او الماليه. طب هل تاخير المستخلصات ده اثر بشكل كبير على الشركات؟ وفعلا هل في شركات وقفت وفي شركات ما قدرتش تكمل؟ نعم، في شركات
ده في شركات كتير يمكن 90% من الشركات أثرت عليها كورونا كتير بسبب حوار بسبب حوار المستخلصات. تمام، بس ده طبعا ظرف طارئ هيتم تغييره وتعديله في المراحل المتقدمة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. إحنا من هنا بنأمل وبناشد كل المسؤولين عن هذه القطاعات إن فعلا زي ما الشركات دي وقفت مع الدولة وقفت مع البلد، زي شركة مصر 2019 خدت بعض الأعمال الخاصة بهذه المشاريع وفعلا تم تأخير لها بعض المستخلصات، لكن هم من هنا. وأستاذ محمد بيقول كلمة كويسة جدا، بيقول إحنا مع الدولة وإحنا مع البلد لحد ما الجائحة دي تخلص، وإحنا معاها مش علشان مستخلصاتهم بس. كنا بتكلم معانا وهو قال لي لأ، إحنا بنفرح واحنا بنشتغل. ليه؟ لاننا بنشتغل للشعب. بالظبط، احنا بنشتغل للبلد، بنشتغل للبلد، والبلد ما هو الشعب جزء من البلد، بنشتغل للبلد كلها بكل اطياف. احنا اولاد مصر ولازم لازم احنا نعمل كده لمصر. لو ما عملناش كده لمصر يبقى ما ينفعش نكون مصريين. يعني بيتكلم، تخيلوا يا جماعه احنا بنتكلم النهارده بدون تجهيز، بدون سكريبت، بدون تحضير، احنا بنتكلم بقلوبنا. تخيل لما تقعد مع حد ورجل اعمال صاحب شركه مفروض بتبقى مجهز له الكلام وهو مجهز الكلام. احنا بنقسم على الهوى، لم يتم تجهيز اي شيء، بدون تجهيز اي حاجه خالص النهارده. وانا اصريت ان يبقى معايا حد، لان احنا شفنا بعض رجال الاعمال اللي اتاخر لهم شويه فلوس جريوا بره البلد وقعدوا يتكلموا بكلام سيء على البلد. لا، احنا معانا رمز وطني من الرموز رجال الاعمال الوطنيه اللي اتأخر له فلوس ولحد دلوقتي متأخر له من فترة طويلة، ولكن هو مصمم انه يظل حافظا لتراب هذا البلد وحافظا لكرامة هذه الشعب وحافظا لمسؤولية السيد الرئيس والحكومة والمسؤولين. والله هذا ليس تطبيلا لأحد زي ما بيقول، وليس نفاقا لأحد، ولكن هو بيحب البلد. انا اعرف الاستاذ محمد بشكل شخصي فعلا بيحب البلد، لو قلت له انزل واشتغل وبدون مقابل هينزل واشتغل. انا اللي بقولها له اهو، وبقولها علنا على الهواء. صح يا استاذ محمد؟ صح تمام يا فندم. لو الدوله قالت لك اتحرك وانزل، هنزل. انزل على طول، سيلبي النداء فورا على طول. سيلبي النداء، لان احنا ما بنتكلمش او هو ما بيتكلمش في شركته على المقابل المادي من الدولة أكتر ما إنه بيتكلم على التطوير وتطوير البنية التحتية مع الدولة، وإيه اللي هيفيد الدولة وهيفيد شعب مصر، اللي فعلا شعب مصر ده فعلا يستاهل كتير، يستاهل خير كتير جدا، ويستاهل يكون معاه حد زي أستاذ محمد الكفراوي، زي شركة مصر 2019 اللي بإذن الله إحنا بنتمنى لها أنها تكون في تقدم في الفترة الجاية. ومن هنا هنرجع لأستاذ محمد، نقدر نقول ايه هي الجديد وايه التطورات اللي هيتم احداثها في شركة مصر 2019؟ هيتم تطوير حاجات كتير جدا ان شاء الله. زي كل ما يخطر على بال حضرتك بيتم تطويره في 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 كل المجالات. في كل المجالات نعم، في مجال المقاولات ومجال في مجال المقاولات. كلمنا طيب على مجال المقاولات، ايه اللي ممكن يتم تطويره بعد كده، وخصوصا ان البلد ابتدت تنفتح تاني وابتدى الكلام نرجع نتكلم تاني في ان يبقى في بنى وفي تشييد والكلام. في ان شاء الله في الفتره القادمه في بنى وفي تشييد، وباحدث الطرق الجديده والانظمه القادمه ان شاء الله، وفي مجال التوريدات كمان. تمام، يعني في مجال التوريدات العمومية. نعم. نقدر نتكلم إن هيبقى فيه تطوير، هيبقى فيه كلام، هيبقى فيه كمان شغل على التجارة العامة والتجارة الإلكترونية كمان. نعم. التجارة الإلكترونية ده مجال جديد جدا. مجال جديد جدا، هتبقى شركة صايع للتجارة الإلكترونية. شركة صايع للتجارة الإلكترونية. نعم. دي دعاية لشركة منافسة بقى ولا شركة شريكة؟ لا، شركة لشركة مصر 2019. يبقى في شركة صايا، يعني احنا بنوجه لها التحية وبنوجه القائمين عليها بما فيهم الأستاذ محمد الكفراوي زي ما بيحب يتقال، أو أبو عبد الله الكفراوي، إن هيبقى في تجارة إلكترونية على مستوى العالم. يعني يبقى هنا في مصر، احنا عارفين إن التجارة الإلكترونية لها مجال، لها باع كبير جدا بره مصر.
انما في مصر لسه الناس لسه ما حبتش الشغل الاونلاين والكلام ان شاء الله ان شاء الله لها مجال كويس في مصر وهتبقى حاجه مشرفه لمصر حاجه مشرفه لمصر باذن الله ان شاء الله. المجال التوريدات تطويره ايه من وجهه نظرك؟ تطويره يعني حسب نظام البلد الجديد هنطوره ان شاء الله. يعني ممكن التوريدات تبقى توريدات عموميه او داخل البلد وكمان توريدات خارج البلد. نعم داخل يعني هيبقى في مجالات استيراد وتصدير كمان ان شاء الله. احنا عايزين نفسنا طبعا ان كل رجال الاعمال يتكاتفوا اكتر مع الشعب يقفوا اكتر يعملوا شويه يعملوا خير يطلعوا خيرهم كل رجال الاعمال يطلعوا خيرهم للبلد. لما نبص نلاقي زوجة بنحيي من هنا زوجة أمير الشارقة الشيخ سلطان نحييها من هنا لتبرعها المستشفى الدكتور مجدي يعقوب بتسديد قيمة فاتورة الكهرباء وغير ذلك. احنا من هنا بنشجع كل رجل أعمال مصري ان هو يكون على حذا بعض رجال أعمال العرب أو الأجانب. احنا رجال الاعمال لازم يقفوا اكتر مع البلد. ده وقته اللي رجال الاعمال كلهم يقفوا مع الدولة. نعم. في ناس بتدور على فلوسها والناس بتدور على حاجتها والناس بتدور على مستخلصاتها. احنا من هنا لما اتكلمنا والاستاذ محمد ما كانش عايز يتكلم في النقطة دي خالص بس انا حبيت اخليه مثل يحتذى به. لما الناس تيجي تتكلم وتقول ان بيجروا يدوروا ولو فلوس اتأخرت شوية يطلع برا ويطلع برا مصر ويقول كلام سيء على الدولة لا لازم نطلع نموذج مشرف نموذج لازم. يقدر يقول ان فعلا انا ليا فلوس عند الدولة اهو وليا مستخلصات وصامد. اشتغلت وصامد وصامد بل مش صامد بس كمان ده كمان بحب البلد كمان عايز اكمل في البلد كمان انا بحب اشتغل وعايز شغل تاني انا مستني الشغل التاني ومستني مستخلصات تانية تتأخر انا مستني. نعم. ليه؟ لان انا هشتغل علشان خاطر دولتي عشان خاطر مصر. وطني علشان خاطر مصر اللي ان شاء الله باذن الله هتكبر بكل رجل اعمال شريف ان شاء الله بكل واحد صاحب شركه والله ومش شركه بس والله لو محل لو مطعم لو حاجه صغيره جدا ما دام بيحب البلد ما دام فيها خير للبلد ما دام هتساعد وتوقف البلد على رجليها يبقى هنقدر نرجع تاني مصر هنرجع تاني لمصاف الدول ليست العربية فقط ولا الشرق الأوسط بل هتبقى في مصاف الدول العالمية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام وكمان برضو لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى برضو احنا هنا نسيج واحد في كل برنامج انا فيه بتكلم ان احنا نسيج واحد نسيج الواحد ده كله فيه رجل اعمال اذا كان مسلم او غير مسلم فيه رجال اعمال دول نفسنا نعمل رابطة رجال اعمال بحق نفسنا رجال اعمال يتحدوا مع بعض ومن هنا انا بوجه رسالة للأستاذ محمد انه يحاول يجمع اكبر عدد من مجموعه رجال اعمال ان شاء الله اللي يقفوا مع البلد ويقفوا مع الدوله ان شاء الله. ايه راي حضرتك تفكر في نفكر مع بعض في فكره قد قريبا في كده ان شاء الله. ولازم ايه مجال التجاره الالكترونيه الفتره الجايه ممكن يحصل فيه تطور ايه مع حضرتك وبوجود حضرتك وبوجود الشركه الثانيه وهي شركه صاي. نعم. شايف حضرتك ايه التطور فتره التطور ان شاء الله بالنسبه للاجهزه الالكترونيه تمام والمعدات الالكترونيه وكل ما يخص الالكترونيات يبقى مجال اكتر في 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 التوزيع الخارجي والتوزيع الداخلي. نعم. هيبقى موجود في مجال الالكترونيات فعلا احنا بينقصنا الكثير من التقدم في هذا المجال التقدم والتطور في مجال الإلكترونيات محتاجينه الفترة الجاية ومحتاجين تطور كبير في عدة مجالات بل إن إحنا نفسنا مدام في مقاولات وتوريدات يبقى ياريت نهتم برضو بالغذاء إن شاء الله. المواطن محتاج غذاء فعلا ومحتاج إن شاء الله. أكتر اهتمام زي ما اهتمام من الدولة يبقى اهتمام رجال الأعمال إحنا عشمانين إن شاء الله إحنا كلنا طمعانين لا مؤاخذة إحنا طمعانين فيكم
نعم احنا العشم طبعاً. العشم في وجه الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله. ما هو احنا عشمين وان شاء الله يصير خير ان شاء الله. وان شاء الله هيكون خير ان شاء الله. احنا نفسنا شركة خير لمصر ان شاء الله. نفسنا معظم الشركات تتبع تتبع شركة مصر 2019 وتتبع نهجها وانها بتتقدم وتتطور في كثير من المدن وكثير من المحافظات. ان شاء الله في فروع اكتر في عديد من المحافظات ان شاء الله. الفرع الموجود بتاعكم موجود دلوقتي في محافظة ايه؟ القليوبية تقريبا. محافظة القليوبية وفي القاهرة. في القليوبية وفي القاهرة. احنا عايزين في كل المحافظات ان شاء الله. إيه يعني احنا وعندنا شغل هنا في 6 اكتوبر 100 في يبقى احنا الحمد لله ان دي رسالة لما بيقولها دلوقتي بيقول في شغل في 6 اكتوبر. دي مش دعاية واعلان, دي رسالة للي بيقول مصر ما فيهاش شغل, اللي بيقول ان احنا واقفين. عجلة الانتاج شغالة في كل الشركات, ومن هنا بنحيي شركة مصر 2019 وبنحيي كل القائمين عليها وبنحيي كل رجل أعمال شريف وبنحيي رئيس الدولة اللي بيدعم رجال الأعمال, وبنقول لهم ان احنا لسه واقفين وصامدين وان احنا مع الدولة. وكل اعلامي وشريف وكل دكتور وكل طالب وكل واحد مجتهد مع الدولة ومع البلد. وفعلا كانت حلقة جميلة جدا, بنشكر حضرتك استاذ محمد في اول حلقات واولى حلقات برنامج كلام من ماس. بنشكر حضرتك استاذ محمد الكفراوي وان شاء الله تشرفنا في حلقات قادمة لنتابع كل اللي قلناه. تصوير صوت وصورة بإذن الله. شكرا لحضرتك, شكرا للسادة المشاهدين, وتصبحوا على خير من برنامج كلام من ماس.